وبعد النظر في الأخبار وضعت ضابطا حسنا للتعامل مع أخبار الأحد. كل خبر أحد استقل بمعنى يخالف حقيقة قواطع الإسلام هذا الحديث يرد. كل خبر أحد أي ما يحتمل الخطأ فيه من نسيان، من زيادة، من نقص. الخبر المتواتر لا يمكن الخطأ فيه، إذا نقل جمع هذا الخبر قد ينسى واحد، قد يخطئ واحد، قد يكذب واحد، لكن إذا نظرنا في هذا الخبر الذي تواتر رواه هذا الجمع الكثير عن حس، وحالة العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أو وحالة العادة من تواطئهم على الكذب، الآن هذا الحديث الخبر لا يجوز الغلط فيه، فيكون هذا من قبيل إما المحكم أو المتشابه. لكن خبر الآحاد يمكن الغلط فيه لأنه خبر واحد أو خبر اثنين أو ثلاثة، فهذا الخبر إذا استقل بمعنى يخالف حقيقة قواطع الإسلام يرد، قواطع العقلية أو النقلية. يعني لو جاءني حديث خبر من الأخبار يعني فيه إشارة إلى عجز الله، فيه إشارة إلى أن الله يظلم سبحانه وتعالى، إلى فهذه الإشارات، يعني عندنا مقطوع أن الله سبحانه وتعالى قادر، أن الله مريد، أن الله سبحانه وتعالى عدل، أن الله سبحانه وتعالى، فهذه قطعيات. فإذا جاء شيء يخالفها أو يشير إلى مخالفتها ولم تكن المعارضة ظاهرية نقول هذا خبر أحد يرد. وكذلك إذا كان خالف أمرا شرعيا، جاءنا حديث أن في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى مثلا يغفر لفرعون، هذه أمور مقطوع فيها أن هؤلاء من أهل النار إلى أبد الأبد. جاء حديث أنه لا يحاسب الناس يوم القيامة، جاء خبر أحد. فكل خبر أحد استقل بمعنى يخالف حقيقة قواطع الإسلام يرد، وهذا ضابط حسن، والله أعلم.